وللوقوف أكثر على الأوضاع في إيران على خلفية تصاعد التظاهرات التي تقابل بالقمع من قبل السلطات في طهران، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. أهلا بك سيد نوري معنا. أهلا بكم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. في البداية دعنا نتحدث عن انفجار الذي تعرض له معمل للبطاريات في محافظة طهران، ليزيد سلسلة التفجيرات والحرائق التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية. بداية، هل من معلومات أكثر عن التفجير من حيث أهمية المكان الذي تعرض للتفجير ولمن يتبع؟ تفضل. عودتنا السلطات الإيرانية على حين يحدث حدث يخص الأمن القومي الإيراني يتحدثون بشتى الطرق، هناك عدة تصريحات مختلفة من أناس مسؤولين مختلفين حول الحدث هذا لحد الآن، لكن ننتظر الأيام القادمة حتى يتبين. أن نحن كمحللين نستخرج ملخص الحدث وحقيقة الحدث مما ينقده الناس والخبراء المستغلين على مواقع التواصل الاجتماعي والمعارضة الإيرانية، إضافة إلى ما يقوله مسؤولي السلطات المعنية في إيران. فالحديث خلال هذه الليلة حول هذا الموضوع لا يعني شيئا كثيرا، وإنما حدث في سلسلة أحداث كما سبق حدثت في إيران، وهي تدل على هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وسوء الإدارة وإلى آخره في هذا البلد. نعم، هذا الانفلات الأمني الذي تشهده إيران تقابله قبضة أمنية حديدية مسلطة على المتظاهرين، كيف ترى تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين ولماذا هذا العنف المتزايد بحقهم؟ من طبيعة الأنظمة الشمولية وفي مقدمتها إيران أنه تهاجم بأشرس أسلوب وأكثر الأدوات غمعاً تجاه المتظاهر الأعزل، ولكن هي بنفس الوقت هي أمنها منفلت بمعنى الكلمة أمام القوى الإقليمية والعالمية والاستخبارات الدولية. وما فعلته إسرائيل خلال السنوات الماضية بالأمن الإيراني هو خير دليل، حيث كشفت المزيد والعديد من المحطات النووية الفاعلة والمراكز السرية بين قوسين إلى العالم، زائد استخرجت عدة أطنان من الأكياس من الوثائق التي تهم الأمن القومي الإيراني من قلب طهران، وهذا يدل على هشاشة الوضع الأمني في إيران. ولكن المتظاهر الأعزل، بما أنه أعزل لا يملك شيئا غير صوته، فهو يجابه جيش خامنئي ويغمع من قبل هذا الجيش والعسكر الإيراني، حيث يطالب بحقه، وهذه طبيعة الأنظمة الشمولية كما أشرت. نعم، في مقابل القبضة الحديدية التي يقابل بها نظام الإيراني المتظاهرين في العديد من المحافظات بإيران، في مقابل هذا كله، بما تفسر تزايد وتيرة التظاهرات واتساع دائرتها بعد أن استطاع الأمن التخفيف من زخمها على أثر الضربات الأمنية المتتالية للناشطين؟ الأمن لم يستطيع لحد الآن تخفيف زخم المظاهرات و إنهاء المظاهرات في شتى مدن إيران. هناك الوضع متزعزع بين ليلة وضحاها، قد تحدث أحداث، وعلى سبيل المثال بين قوسين لدينا إحصائية في إقليم الأحواز العربية، على سبيل المثال هناك كل 10 ساعات يحدث حدث سياسي أمني، سواء كان مظاهرات أو احتجاجات أو غيره. فهذه الإحصائية ليست إحصائية أستخرجها أنا أو غيري، وإنما إحصائية استخرجتها قوات النظام من الداخل، ومتحدثي الأمنيين في إيران قالوا أنه في إقليم الأحواز كل 10 ساعات لديهم أزمة. وهذا الوضع كذلك بنموذج آخر في كذا مدن إيرانية أخرى. فالأمن الإيراني لم يستطيع أن يخمد المظاهرات بالتمام، ولكن عدم تغطية المظاهرات من قبل القوى العظمى وعدم الانتباه وتماشي الغرب مع إيران، تماشي الغرب وخاصة الغرب الأوروبي مع إيران، والسكوت على جرم
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل الأنظمة الغربية خاصة، هو يدفع النظام الإيراني كي يزيد من هذا الغم بشراسة أكثر. ولكن من جهة أخرى، بما أن المشاكل الرئيسية في إيران لم تنتهي بعد، وخاصة المشاكل الاقتصادية، فالمظاهرات مستمرة، لأنه لا هناك لا حل يوجد في الأفق القريب ولا حتى البعيد لدى المواطن الإيراني. نعم، الاعتقالات سيد نوري شملت أيضا نساء من الأحواز، ما مغزى الأمن في إيران من اعتقال النساء، مع العلم أن النساء لدى عرب الأحواز يعتبرن خطا أحمر كما تعلم؟ بالضبط، يعني النظام الإيراني من خلال حملته الشعواء تجاه المرأة العربية الأحوازية واعتقال العديد خلال السنوات الماضية، يريد أن ينكل بالإنسان الأحوازي، حيث الإنسان الأحوازي لديه قيم وشيمة متختلف، قد تختلف بعض الشيء عن عادات وتقاليد الإيرانيين الآخرين من قوميات أخرى. فهذا الخط الأحمر كما أشرت حضرتك في حوله، النظام الإيراني يحاول أن يخترق هذا الخط الأحمر حتى ينكل بالإنسان الأحوازي ويحد من شدة التطور السياسي والأمني في المنطقة فيما يخص التنظيمات الأحوازية في الداخل والخارج، حيث خلال السنوات الماضية استطاعت التنظيمات الأحوازية والشعب العربي الأحوازي بالأحرى خلال السنوات الماضية أن يتقدم تقدم كبير في نضاله تجاه هذا الظلم والاضطهاد والاحتلال منذ 100 عام يدير على أرض الأحواز. ولكن هذا الشعب استطاع بأدوات بسيطة وبصدور عارية أن يتحدى هذا الاحتلال، فردا على هذا العمل النضالي والبطولي لدى شعب الأحواز، يريد النظام الإيراني أن ينتهك هذه الخطوط الحمراء. وهناك شاهدنا أن عدة نساء، وعلى سبيل المثال في سجن سبيدار 220 امرأة اليوم مسجونة هناك، وأكثر من 14,000 سجين في كل إقليم الأحواز، أي شمال الأحواز أقصد، هناك يقبعون في سجون إيران. كما نذكر بين المعتقلات في المعتقلات السرية للاستخبارات الإيرانية منهم السيدة مريم حمادي وخلود سبهاني ومعصومة صيداوي وسوزان صيداوي وسكينة صبوري وزهرة الشجيرات وزهرة الحسيني ومكية نيسي وأسماء عديدة أخرى، هؤلاء اللواتي يقبعن تحت التعذيب الاستخبارات الإيرانية فقط بدليل التمسك بعروبتهن وبدينهن وبمعتقداتهن السياسية أو بمعتقدات أهلهن أو زوجهن أو أزواجهن أو أو المنتسبين لهن. فللضغط على هذه العوائل يحاول النظام الإيراني أن يخترق هذا الخط الأحمر، ولكن من جهة أخرى هناك التنظيمات الأحوازية وهناك الشعب الأحوازي يقف بجانب هذه النساء البطلات ويطالب بحقهن في المؤسسات الدولية وفي داخل الأحواز وكذا مكان. واليوم نرى النظام الإيراني هو أضعف بكثير من السنين الماضية، ونتطلع إلى الأيام القادمة إن شاء الله أن نشاهد ركوع النظام الإيراني أمام متطلبات الشعب. نعم، في سؤال إليك، السؤال الأخير طبعا سيد نوري، وبحدود ما يتوفر لديكم من معلومات إكمالا على المعلومات التي بدأتها في السؤال السابق، كيف يتم التعامل مع المعتقلات الأحوازيات في ظل أنباء عن تفشي فيروس كورونا في السجون ومنها سجن سبيدار في الأحواز؟ في أحد التصريحات يقول أحد المسؤولين في مصلحة السجون الإيرانية أن سعة السجون الإيرانية اليوم تضاعفت، يعني عدد السجناء المتواجدين بشكل عام في إيران 28 ضعف بما يتواجد في سجون إيران. تخيل على السجن في إيران، يعني عدد الذين يجب يقبعون فيه 100 نفر يقبع به اليوم 2800 نفر. فهذا الأعداد الكبيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، هذا يدل على هشاشة الوضع، سعة
سوء الإدارة بالنسبة للموضوع وانتهاك الحقوق البسيطة والأولية لدى كل معتقل. نعرف في القوانين الدولية أن لدى المعتقل وخاصة المعتقل السياسي يجب أن يتوفر له فضاء كافي، يجب أن يحصل على جريدة يومية وأكل ويحصل على خروج من السجن لشم الهواء، وهكذا يجب أن لديه وسيلة تواصل مع خارج السجن، وكذلك يجب أن يكون لديه راديو، وكل هذه الحقوق الأولية والابتدائية لدى السجناء معدومة شبه معدومة في أنحاء إيران وخاصة في الأحواز، والتعامل سيء جدا مع السجينات الأحوازيات، حيث سربت إحدى الناشطات الإيرانيات كانت معتقلة هناك من الطيف اليساري الشيوعيين الإيرانيين، كانت مسجونة لعدة أشهر في سجن سبيدار، وهي سربت الأخبار والأسماء هذه وتتحدث عن الظلم والاضطهاد التي يواجهن السجينات الأحوازيات من قبل النظام الفارسي الغاسي الحاقد على الإنسان العربي في الأحواز. من ستوكهولم كنت معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة، شكرا جزيلا لك.